أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بخفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في القطاع الصحي الخاص في البلاد بنسبة 5%. قالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن القرار تضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 42 لعام 2013 بشأن تحديد الربح في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في البلاد.